تألق ومفاجآت كتير لمحترفين في آخر يومين ثلاثة. تيبو غبرييل والجديد في ماينز، أمير عادل بيعود للظهور مرة تانية ولكن من الباب الكبير، عمر عبد المجيد، آدم طلبة وغيرهم. على جانب آخر ريال مدريد وكالعادة وكما هو متوقع بيفوز بأول لقب ليه هذا الموسم. كلام كتير هنتكلم فيه النهاردة، بس قبل ما ندخل في أي تفاصيل عايزين النهاردة نوصل لألف لايك، فدعمونا باللايك قبل ما تكملوا الفيديو، ولو لسه ما شفتوش في القناة فعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل حلقاتي أول بأول، وارجعوا لي بسرعة عشان ندخل في التفاصيل. البداية مع أمير عادل أو ألكسندر ياكوبزن، فاكرينه؟ أمير عادل هو لاعب مصري دنماركي كنا قدمناه يمكن من أكتر من 12 سنة وهو ناشئ صغير في نادي FC كوبنهاجن الدنماركي، ووقتها كان الحقيقة الإعلام الدنماركي بيشيد بيه وبيشبهه دايما برونالدينيو اللاعب البرازيلي الشهير. Anything in the world, in God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. I know I can be what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be. وأمير كنا وصلناه مرتين بمنتخب مصر، المرة الأولى كانت مع كابتن ربيع ياسين في منتخب الشباب تحت 20 سنة وما أخدش أي فرصة حقيقية تقريبا، والمرة الثانية كانت مع الفريق الأول لمنتخب مصر مع هيكتور كوبر وشارك لمدة شوط واحد بس وبعد كده ما انضمش مرة تانية. وطبعا أمير أنا اتهاجمت عليه كتير على أساس إن هو بقى طلع لاعب على قده ومش هو اللاعب اللي اتقال عليه كلام كتير قوي، خاصة بعد ما شفناه في الدوري المصري مع سموحة ومع وادي دجلة وما قدرش ان هو يثبت نفسه، وكلام كتير جدا كان بيتقال في الموضوع ده، ولكن سبحان الله ربنا النهاردة بيعوض امير عادل وبيكرمه في عمر 30 سنة. النهاردة امير عادل بنفاجأ كلنا ان هو بيعود مرة اخرى للدوريات الاوروبية من الباب الكبير من خلال بوابة الدوري الهولندي الممتاز مع نادي فالفيك. والحقيقة اللي حصل مع أمير ده أنا بعتبره إعجاز بمعنى الكلمة. أمير آخر نادي لعب ليه كان نادي في الدوري الكازاخستاني وراح 3 شهور بس وساب الفريق، ولكن فعلا اللي حصل مع أمير ده بيدي درس في عدم اليأس والإيمان بالله سبحانه وتعالى رقم واحد، ثم الإيمان بالنفس. أمير بدأ تدريباته مع نادي فالفيك وهنتابعه أكيد في الأسابيع القادمة، هنشوفه في الدوري الهولندي الممتاز بإذن الله، فكل التوفيق لأمير عادل. ولكن اللي حصل لأمير ده هو أكبر رد على المشككين في أني بقدم لعيبة على قدها، والأيام بتثبت النهاردة أنه الكلام ده مش صحيح، ممكن تكون اللعيبة دي بتتظلم في المنتخبات المصرية أو لو جات وانضمت للدوري المصري، ولكن اللعيبة اللي احنا بنكون بنقدمها هي لعيبة موهوبة ولعيبة كانت بتلعب في أندية كبيرة جدا. أمير عادل أنا قدمته زمان كمان لما كان في أيندهوفن سبحان الله في هولندا، ورحت وصورت معاه كمان في هولندا وقتها، والدور الايام ويرجع مره تانية امير عادل للدوري الهولندي، ولكن بقى مع الفيرست تيم لنادي فالفيك. فزي ما بقول كل التوفيق لامير وهنتابعه اكيد ان شاء الله في الاسابيع القادمه. وفي ألمانيا نجم المستقبل وابن الصغير أو اللي بعتبره ابن الصغير تيبو غبرييل بيواصل التألق بعد انضمامه لنادي ماينز فريق تحت 19 قادما من نادي هوفنهايم. ما شاء الله 3 مباريات على التوالي تيبو غبرييل بيشارك أساسي ويقود ماينز للفوز، آخرهم امبارح فوز 2-0 على حساب نادي دارمشتات. مش بس كده، تيبو كمان كان صاحب الهدف الثاني في مباراة دارمشتات، وهو الهدف اللي بنعرضه أمامكم دلوقتي على قناتنا، هدف جامد جدا جدا جدا، ارتقاء عالي بسم الله ما شاء الله، وحطها طلقة بدماغه في الجول. تيبو طبعا واحد من اللعيبة اللي لازم نمسك فيها بإيدينا وسننا، لأن لو سيبنا اللاعب ده هنندم عليه جدا جدا بكرة وهنشوفه مع منتخب ألمانيا، فواحد من اللعيبة كمان اللي بنقدمها للكرة المصرية، وأتمنى أتمنى قريب جدا أشوف تيبو مع منتخبات مصر وأشوفه كمان مع المنتخب الأول، لأنه لاعب قوي جدا 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 من أهم لاعبينا أصحاب الأصول المصرية.
عايز اكمل معاكم كمان في المانيا مع اتنين لعيبه. اللعيب الاول وهو عمر عبد المجيد اللي بادئ الموسم الحالي مع السكند تيم او الفريق الثاني لهامبورغ، وما شاء الله ماشي بشكل كويس، لعب لقاءين من اصل لقاءين خاضهم نادي هامبورغ بيشارك بصفه اساسيه. عمر كمان احتفل بتوقيعه مع شركه بوما اللي انتجت له حذاء خاص بيه. اما اللاعب الثاني فهو ادم طلبة اللي انتقل في بداية الموسم الحالي لنادي اوردنجن الالماني في الريجونال ليجا واللي بتعادل الدرجة الرابعة في المانيا. وطبعا قبل ما تقول درجة رابعة خلينا اقولك ان ادم لسه 19 سنة وعادي جدا في الكرة احيانا بتحتاج ان انت تاخد خطوة لورا علشان تطلع خطوات تانية لقدام. في الاسبوع الحالي ادم طلبة شارك مع فريقه ضد نادي جوتر سلو في الريجونال ليجا، لعب لمدة 25 دقيقة بس شارك كبديل، ولكن نزل 25 دقيقة عمل اسيست وصنع هدف ساهم به في فوز فريقه بنتيجة 2-0. اما بقى اخوه الاكبر محمد طلبة لاعب الفريق الاول لبوخم الالماني فالحمد لله رجع بعد اصابة الرباط الصليبي، حاليا في فترة التأهيل، وطبعا هو جزء من الفريق الاول لنادي بوخم وكالعادة موجود في الصورة الرسمية لفريق نادي بوخم الاول الخاصة بموسم 24-25، وده يقولك ان ده لاعب مهم جدا ولاعب كبير جدا بالرغم من انه اتصاب بالصليبي مرتين الا ان نادي بوخم متمسك به وموجود في قائمة الفريق الاول وفي الصورة الرسمية للفريق، ولاعب نتمنى ان احنا ان شاء الله يرجع يلعب مرة تانية مع بوخم وينضم لمنتخب مصر الاول. اخيرا بقى عشان ما اطولش عليكم، ريال مدريد وكالعادة وكما هو متوقع بيفوز باول القابه هذا الموسم وفي اول حضور لكيليان امبابي. يمكن الكل كان منتظر الظهور الاول لكيليان امبابي واللي يمكن بشوف ان هو ما قدمش نص اللي عنده، وده شيء يعني طبيعي. يمكن الفرقة كلها ريال مدريد امبارح امام اتلانتا يعني كان واضح يمكن التأثر بفترة بداية الموسم، لسه الفريق كله او لعبة كلها مش في افضل احوالها، لسه الفورمة طبعا ما وصلوش الفورمة بتاعتهم، راجعين من فترة راحة واجازات، لسه النسق بيكون تصاعدي، ولكن فينيسيوس جونيور والمهارة تظل هي يعني الفيصل في كرة القدم. فينيسيوس جونيور من كرة بمهارة بيعدي ويصنع هدف المباراة الاول، وبعد كده طبعا امبابي بيسجل الهدف الثاني. كمان الحقيقة بيلينجهام عمل مباراة كبيرة جدا، شفناه في مركز جديد غير الموسم الماضي، امبارح شفناه بيلعب كلاعب محور بيزيد هجوميا وبيأدي بقى الواجبات الدفاعية، وعمل حاجة مباراة كبيرة جدا 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 دفاعيا وهجوميا، وربنا يستر كده من ريال مدريد اللي شكله يعني داخل بقوة في الموسم الحالي وشكله ناويها. وانا طبعا واحد برشلوني، ولكن ان شاء الله كمان برشلونة يقدم موسم كبير ونشوف باذن الله موسم قوي جدا في الليجا في الموسم 24-25. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، عايزين نوصل لألف لايك، وزي ما بقول دايما اللايكات بتدعمنا، ومهم جدا التعليقات، اكتبوا لي تعليقاتكم وقولوا لي رايكم في الهدف اللي سجله تيبو غوبرييل الاسبوع الحالي مع نادي ماينز. ولو لسه ما شفتوش في القناه فاعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل حلقاتي اول باول. كنت معاكم وسيم احمد، اشوفكم باذن الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.